last but not the least, Hayat, Osama Elshahat. Osama, هو يدير فريق البروجيكت في مستشفى المنصورة الدولي، الراجل المشرف لوزارة الصحة في مدينة المنصورة، والحقيقة له يعني افكت هايل على التيم اللي معانا وعلى الديفلوبمنت بتاع البروجيكت ساينس براكتس جوه المستشفى الدولي. اتفضل يا سامة. سامة هيتكلم على الـ MBD في بيت. السلام عليكم. السلام عليكم. الحقيقه دايما براود ان انا اكون في وسطكم وسط زورك في عدد الكلى في محكمه المنصوره. الحقيقه انا مش عارف حصل خير ولا وحش. انا اتكلم مع الدكتور عمرو ودكتور هشام ودكتور عصام. والحقيقه بتكلم في موضوع يعني ما هوش رمزه للناس وفضيله مع الناس في مصر. اللي هنتكلم على الليما كولت سيس بروتونيال دياليسيس وحكيت الاجنده. هنتكلم على الديفرنس بين البي دي والليما دياليسيس والليما كولت سيس. هنتكلم على الكوزز والميديكال تريتمنت والسيرجيكال تريتمنت. وهنتكلم على الكونكلوجن في الموضوع كله. الحقيقه دول هم المينرال بول ديزيز كلها تلف ليرز كلها اللي بنتكلم عليهم. باراسيتوت هرمون كالسيوم فوسفاس فيتامين دي فيتامين بلس فاكتور كونتس دي والمغنيسيوم. الحقيقه في انذر فاكتورز زي الزيلوزس ما ذكرتهاش، لكن دول هم كلهم هم الكي بلايرز في الموضوع كله. فبدنا نتكلم على البي دي اتش. دكتور عمرو دكتور عصام اتكلموا على موضوع تارجت بي دي اتش مع كتير من جاي فاينس. كانت الفكره كلها ان احنا كلنا بنتحرك في السيف اريا من 150 300. لو بدات القصه تقل عن 100 يبقى احنا دخلنا في لو بول تيرن اوفر وايضا يعمل في ديسيز ودي بيرد انترس. والحقيقه دي من الاريا الميسنج اللي ما حدش بيتحرك فيها كتير، والناس ممكن تكون مبسوطه ان العيال هنا الناس ما بتتبسطش لان القصه هنا من طرف الدول. لو سيب قصه لو العيان عيد في شغال عن 500 دخلنا في هاي بول تيرن اوفر في الكومبليشن بتاعته يكون ايه؟ كانت قصه كومبليشن بتفرق ايه في الجو. ده التسكيل اللي احنا بنمشي عليه. طب دلوقتي لو جينا بقى بنتكلم على الباراثيرود هرمون. دكتور حسين كان كل مره بيتكلم على الباراثيرود هرمون يقول يا جماعه في الدياليزيس بيشنت امتى ناخد السامبلينج. السامبلينج للباراثيرود هرمون از فيري امبورتنت. ونعرف كمان الجنريشن بتاع التايب والتكنيك كمان التكنيك نفسه اللي بنعمله. لكن في القصه نفسها في البروتونات داتس اتس كومبليتلي ديفرنت. ليه؟ ده كان الداتا تصادم معموله او كانت بي دي بيشن هاف ديفرنت بروبورشن اوف سيركيوليتنج فور وباراسيروت هرمون فور نيو داتس بيشن. عشان كده كان فور ذيس ريزون فورمولا يوز فور كوريكشن فاليشن في نيو داتس بيشن ار نوت ابليكابل في البروتونات داتس. فالقصه مختلفه. فانا عاوز اعمل ايه؟ فكانت الكونكلوجن بتاعت الريسيرش تقول لك ايه؟ وسجست انذر فورميا ابليكابل تو بي دي بيشن. I believe that it's important to know this different when considering hyperparathyroidism treatment for بي دي بيشن. ولازم نقول ان السيرت جنريشن ميثود will be useful in this regard. يبقى التايمنج تبقى القصه كلها كلها مش تايمنج كلها التكنيك نفسه. طب التايمنج نفسه بتاع التست نفسه هيتعمل ازاي؟ Because BD is continuous beautification technique, the serum cancer or phosphorus or parasite hormones are relatively unchanged regardless of the timing of the treatment. In this aspect, of this respect, the BD differs the market from hemodialysis and reaches the concentration of the blood exchange is treatment. But this time, the ABD, عملية continuous وشغالة على طول زي الهيموداياليسيس. القصة بتطولها وبعد كده زي ما بيحصل مثلا في الفوسفرس أو الكيلاتينين نص العام طالع من الهيموداياليسيس كانت 4 ثاني يوم 14 لا البي دي العملية continuous process. النقطة الثالثة الريسنت ستادز هاف جريتر بريفرنس تو دايناميك هون فورمز اوف رينال اوستروفي في الدايبيتيك بيشن والبي دي بيشن. عشان كده كان الريفيو ده عاوز يقول عاوز يشرح هو الاي دايناميك بون ديزيز ليه موجود في البي دي وايه الباسو في السيرف بتاعته وهم فين. الحقيقه انا هعمل كونسنتريشن على كل تو بوينتس. النقطه الاولانيه لما جه يفرق
بين الايضر لما يكون ديسيز الفوستو ماليشيا والميكس الخيط والميكس الخيط والميكس الكون ديسيز والهايبر بارم او الدايابيتس وكانت الريفيو حط خمسة ستارز وبدأت يفرق بينهم وانا هركز على تو مين بوينتس الايضر لما يكون ديسيز والنقطة الثانية على الهايبر بارم ستارز في الايضايناميك لو شفنا كل الستارز اللي اتحطت في الريفيو كل الايضايناميك في الفيديو ليشن كلهم كانوا اعلى ايضايناميك اعلى من الهايبر بار ده بصدقنا 60 9 ده 46 8 48 32 79 21 يبقى انا قلت ايه ان الايضايناميك بوم ديسيز از مور بريدرانس في موجود فين في الفيديو ليشن معروف عن ايه عن الديمودرانس النقطة اللي بعدها، إيه السبب بقى؟ ليه الإيضايناميك بون ديسيز أكتر في البي تي عن الهيموداياليسيس؟ أول نقطة الهايبرجلاسيميا والإنسولين ديفيشنسي. كلهم بيجتمعوا إن هما بيعملوا إنهبيشن للبي تي سنسز وبيشتغلوا على أوستيوبلاستيك نورماليزيشن. الإنكريست الأدفانتد ريجيشن إند برودكت والأدفانتد ريجيشن إند برودكت بيحسبوا برضه نفس الكلام والهاي كالسيوم بيعمل إنهبيشن في الفرصة للسيكريشن والهايبر ليسن برضه بيعمل انهبيشن في الفرصه بس الفيشن في الاسيدوزس بيعمل انفيرت الاوستروباتري فانكشن الهايبر المونيه انفيرت بيوسي سنسيشن وتم يحصل لوس اوف سيد وابين فانكشن بتعمل ريدكشن في البودي ماس دي هي الباسو فيسيولوجي ليه الايكونوميك بون ديسيز على اكبر من الهايبر دايناميك الكتري تو بي بي تعالى نتكلم بعد الفوسفرس خلصنا من الجرد من فرص الهرمون نخش على الفوسفرس الحقيقه الفوسفرس والكبرياء في كل القصه دي كلها اكثر حاجه بنشتغل عليها وبتعمل المشكله كلها من اول سي جي سي هي الفوسفرس طول الشام اتكلم على الفوسفرس الحقيقه بالتفصيل لكن الفوسفرس كمان ما بيأثرش على ما بيعملش القصه بتاعت البوليمر ديزيز بس او البوليمر ديزيز بس لا ده بيأثر على المختلف لو جينا نشوف هنا في الاسطوانه دي لما حطوا الفوسفرس الكالسيوم مع البي دي اتش وحطوا الليفل بتاع الفوسفرس من 4.5 كل ما بيعمل فوسفرس كل ما بيزود الريسك من الخلل لغايه ما وصل لغايه تلاقي اكتر من 9 شوف الريسك ده عامل ازاي يعني هو اكتر واحد ممكن يزود يزود المورتاليتي اكتر من الكالسيوم واكتر من الباراثيرويد بومي نيجي بقى اللي بعد كده ايه فاكتس لازم نعرفها عن الفوسفرس اول فاكت 85% من الفوسفرس موجود في البوم بيس و14% انتراسيلولر 1% في الاكسترا سيلولر وده اللي احنا بنشتغل عليه بس اللي هو اقل من 1% كلنا بنشتغل على اقل من 1% بس مش كده وبس لو جينا نشوف ان الرد الضوئي بتاعه لما بتكون الشمع عرضها مش عارف الناس انتبهت لها ولا لا ان الرد الضوئي بتاعه 99 فلت وبس وهيدروفيلك هو بينتج هو صحيح شكله 99 سمول رد ضوئي لكن بيبص الميه وشكله بيهيل لايك ميد موجود وصعب انه يتحرك من اكسترا فاسولر لانترا فاسولر انترا اكسترا والنقطة الثانية ان 50% من السيركوليتنج الفوسفاس مع تحت مع الصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم زول وهو نيجاتيف تشارج كل ده لازم نعرف ده صفات الفوسفاس نفسه اللي احنا بنشتغل عليه النقطة اللي بعد كده موضوع الازيميديوم والدول الفاليديس بتاعته فاري هاك بين البي دي والديناليسيس البي دي الفوسفرس ريموفر تو ديليت مع كريبتيدين ريموفر. نقطة في الأرض الحلمية إن إحنا في إن إحنا في الهيموداياليسيس بنعتمد على الكي دي أوفر في لكن هنا بيعتمد على الكريبتيدين كليرنس ولازم نقطة في الأرض الحلمية أخرى إن الريسيت وبين الفانكشن كونتربيوت إن لارج بارت أوف سبيت سكريشن أز تكمن في سبيت بالانس لازم نحافظ حتى الهيموداياليسيس مش في الفيديو بس لازم نحافظ على الريسيت وبين الفانكشن لما بنفقدها بنفقد نقط كتير جدا مع المرض. الاستاذ دي كانت بتقارن بين في السي بي دي الكونتينوس هيدروجين دايزيز والكونتينوس سيكلر والكونتينوس دايزيز والفوسفور والفوسفر اكسكريشن بين الاثنين. لو لاحظتوا هنا في السي بي دي كان الفوسفر اكسكريشن 40 هنا كان 6 كان 38 ما كانش مرتبط الكي تي اوفر في هنا كان الكي تي كان الاكسكريشن كان اعلى وكان الكي تي اوفر في اقل اقل بس القصه ماشيه بصوره عكسيه. النقطه اللي بعدها الدوبلينيا فوسفاس ريموفال ريت الاولموست ذا سيم ماجنتيود مع السيم بانز دي وده الانيفرس
The peritoneal phosphorus clearance is the form of diffusion or confusion of drugs. حتى طول الشهر لما اتكلم على الهاي فلاكس انا كنت بتكلم معاه قبل ما نقعد مع بعضنا ان قصه الهاي فلاكس جنبها جاي والتكليف كله جاي من البرتونيال ميمبرين. البرتونيال ميمبرين بيشتغل بالديفيوجن بيشتغل بالكونفكشن عشان كده الديسكريشن بتاعه اعلى من الهاي حتى اعلى كمان من الهاي فلاكس. الميمبرين نفسه الممبرين نفسه ترانسبورت كاركترستيك بتدوب ليه الفوسفورس ليفرز حتى الكاركتر نفسها بتاعت الممبرين واحنا لازم نبص لان مش كل البروتونيال ممبرين بتتعامل ذا سيم البروتونيال ممبرين فيها ديفرنت كاركترز اللي هم ايه؟ احنا عندنا الهاي والافرج واللو، الافرج مقسوم اثنين الهاي واللو افرج. لو جينا نشوف البروتونيال ميمبرين الفوسفورس اكسكريشن هنلاقي الهاي هو اكثر واحد بيخرج فوسفورس يليه الهاي افرج يليه اللو افرج اند اللو. يبقى كل اللي بنزل كده بقلل يبقى قلل فوسفورس اكسكريشن. عشان كده تو اتشيف تارجت صنع فوسفورس ديبينيشن لازم اعمل ديتا اكسكريشن فوسفورس ان ذا ميلز بريزرفيشن اوف تنسيد مارينا فانكشن والصفرس اكسبيشن اند ذا يوز اوف اورجينيك فوسفورس بايدرات لازم اعمل العيال دول بيشن اديكيشن. نيجي بقى للكالسيوم. الكالسيوم فيه كام بايس في الكالسيوم في الكالسيوم دايليزيز. الميديا دايليزيز بنقسمهم بتو مين بارتس. اول واحد فيهم اللي هو الكالسيوم اللي هو 3.5 ده 3.5 بيسفر الكالسيوم عن الفيدي فلويد الى الجسم وال 2.5 هياخد الكالسيوم من جوه لبره. يبقى انا لما يكون عندي هايبر كالسيميا استعمل 2.5. في الريجولار بيبوليشن الريجولار بيشنت بستعمل 3.5. عشان كده في الاول كوشن نسيسري ممكن انكريز السيرة كالسيوم ليفلز during the introduction period. Particularly with the use of low calcium dialysate in patients with sustained residual renal function for further reduce serum calcium level and exacerbate secondary hyperparathyroidism. Therefore, the use of the standard calcium dialysate should be considered. في نوع موجود في السوق اللي هو الأربعة ده بدون كومبليمنت أكل. عشان كده الـ use of low calcium dialysate only بنستعمله إمتى؟ في حالات الهايبركالسيميا مع الـ PD patient. نيجي بقى للفيتامين دي وما اعرفش النهارده لحد جاتك الفيتامين دي ليه ولا حد كلم الفيتامين دي ليه؟ الفيتامين دي كانت استادي معموله في الرياض مع الدكتور جمال الوحيد في جامعه الملك خالد في الرياض اتعملت في سنه 2010 وكان بدا يعملها على البيشنت وجاب البي دي فور مور ذان 6 مانس في مستشفى الملك خالد في الرياض. هو اختار كان عنده 27 عيان ليفل ميل 60% وكان الاتش بتاعهم حوالي 4-6 هاي بيشنت في الكونتينوس في 3 دي و22 بيشن ان اوتوماتيك بي دي عامل جدا يعني حتى في السعوديه كمان الاقل هم على السي بي دي واكثر هم على السي بي دي وكان الافرج تايم بتاعهم كان 27 مانسز على البي دي وكان في الجروس الاعظم بتاعهم ايه؟ من الموجيليتي وبي دي بيشن ان اور سنتر هاد فيتامين دي ديفيشنسي فبوسيبل ريزنز انكلود اول كلينر فيلير لقيت الريستريكشن نص فيتامين دي وده عشان الجماعه في السعوديه كلهم كسر في ميلز ما تعرضوش للشمس تقريبا من الكريس تو سكوش ولا فيزا صار واحد. دي استادي ثانيه برضه كانت معموله على نفس الكلام معموله على موضوع الفيتامين دي فكانت كان الكلام فيها انتاي كرونيك هيموداياليسيس كونتينوس ابيلوت البروتونال دياليسيس ريموف سيجنيفيكانت اماونت اوف باراسايتيك هرمون. الباراسايتيك هرمون نفسه بس هي استبيد المكيوز والبي دي بيعدي دول المكيوز فبرضه عشان كده ده برضه بيفسر ليه البيشنت دول على الناحيه بتاعت الايدر ميني بول ديسيز. النورمال بيقول فاين فيتامين دي عند فيتامين دي بايندنج بروتين ليفلز ار مينتين السي اي بي دي مع الرغم من البروتين لوس وسستنت اماونت اوف فوسفورس ار ريموف وسولتيموس بتدرون دياليسيس بات نوت اون اكسيدنت ذات تمنع نفسها اليوز اوف فوسفورس بندر برضه ما هنضطر نستعملها في البي دي بيشنت. نفس الكلام بدا يتكلم في صاله ثانيه ان هو لازم يعمل سكريننج وكان الكلام هنا ان حتى السكريننج اللي كان عاوز يعمله شود بي اكسيدنت بين الفيل سكرين كان عاوز حتى يعمل له ريجولار ريجوليشن وكان الدوكيومنتيشن بتاع انا استعمل الفيتامين دي ازاي في البي دي ليشن قال لك السكريننج شود بوكير توايس انولي
to account for seasonal variation in some situation. وكان عاوز قلت لك قصه هنا في الكومبيتيشن بتاعت الاستادي قال لك ان انا لازم اعمل البيشنت على السي جي دي كستيج 3 ولا ستيج 4 السي جي دي مش هستعمله مش هعملهم زي 5 دي وبدا يقول لك ولا ازاي استعمل الفيتامين دي؟ ان انا هدي الارجو كاسيت فور اكثر من 50000 وحده كل من 4 ل 8 اسابيع زيد من تيل على 50000 وحده توايس مانثلي ايمي فور تارجت سيرم كنت في هيدروس فيتامين دي من 30 ل 80 وكان الاوبينيون برضه ده ان السيس سبلمنتيشن شوت نوت بي ادمنستراد ان دي ميتري او دي ار اي يوز فور كنترول الهايبر باراثيرمس لا لازم الحاجات دي لازم احطها ولازم اخدها ريجاردلس نيجي بقى للمغنيسيوم المغنيسيوم الحديده كل الكلام فيه بسيط لان هو المغنيسيوم فيه ريفرس ريليشن شيب بين المغنيسيوم ريفرس كورليشن بين السيرم المغنيسيوم عند البعض سيرم هرمون ام بي دي بيشنت عشان برضه كنا قلنا في الاول في الباسو فيسيولوجي ان السيرم المغنيسيوم هو كفوز اذا لم يكون ديزيز السيرم المغنيسيوم الدور ان السيرم بي تي اتش هاير ان بيشنت دياليسيس ان بوك بيزنس ان بيشنت دياليسيس والدور المغنيسيوم كونسنتريشن دياليسيس سوليوشن كومبير للدرين الناس اللي بتستعمل بهاي كونسنتريشن كانت الاستاذ دي كونفيرم للبريتس ريبورت ذات سيرم مغنيسيوم ما يهاف سبريسيف فور بارازيتيك فور سينسيس ان ذس ميد يو بي ريبورت ان باثوجينيسيس اوف دايناميك بون ديزيز ذات اوفن ريبورت ان بيشنت ويز بي دي ويز هاي كالسيوم اند هاي مغنيسيوم كونسنتريشن وكان في استاذ اتعملت في تورنتو في كندا مع الجماعه الزمان زمان في ليبيا في جامعه الفتح في ليبيا وكانت الكونكلوجن بتاعها ايه؟ The seem to be a converse relationship between the serum magnesium and the serum barbiturate. And between the serum magnesium and the vascular blood, بدأ يتكلم على الفصل الكلاسيفيكيشن الدالسيس ديفينيشن. وبدأ يقول بقى with the report that the magnesium carbonate may be more effective and less toxic and less expensive for skin powder أكثر من كاسة كربونيل. وبدأ يقول إن إحنا عاوزين البروتكتيف إفكت في الليفيد السيرم magnesium عاوز يستعمل الليفيد السيرم مغنيسيوم تحت الفايبر باراسيلوديز عشان ينزل السيرم مغنيسيوم السيرم بي تي اتش ايه بهذه الطريقه. نيجي بقى على كيف نيجي بقى مع الدكتور هشام والدكتور عصام فطلعوا بحث عن الحقيقه واتكلموا فيه كتير جدا لكن انا هتكلموا من الفيو بتاع البي دي انجليس السيرم بوسترس وبص اوف سيد ورينا فانكشن اند لوبا بينا الفوسفيت ديفرنس اسوشيتد ويز اليفيتد وممكن يكون ده الماركر ده هو بيبي المور ستيبل ماركر اوف فوسفيت ميتابوليزم الكي دي سي اند بي تي اتش اوف سير زي ده بي تي اتش اوف سير بوستس الناحيه الثانيه برضه بقى يتكلم على تاني كان الاستاذ معمول على نفس القصه ليه بتبقى على بيوت وبيلي بيدي برايمري بيصير على كالسيوم شوين سيجنفكت دوريشن اتش فان ميجرمنت لكن الريليشن ديت بدات تفقد معاهم لما الصيانه تبص صغيره على الزبده وبدا يقول الاوبزرفيشن ديت ان دي حاجه امبورتنت كونسيكونس تو فرابيلتي مانجمنت فور فوسفيت ميتابوليزم للسي تي في فيجن. طب انا بقى الدكتور عصام طبعا انا طبعا من حظ وحش انا اتكلمت هتكلم معاه في القصه دهيت في المانجمنت في الموضوع في موضوع المانجمنت اللي هم المجموعه بتاعت السيرا كانسر والالفا كانسرولون والسيرا دوبير فكانت القصه اللي هي دي صارت اتعملت على 88 عيان ال 88 عيان دول كان ليهم كان منهم 62 على الهيموداياليسيس والباقي 26 على الهيموداياليسيس وبدا يقسم العيانين نفسهم على ان هم عملوا تو ار وحط البرامج ان دي 1 لو تو حصل 2 كونسيجن في اي اتش اقل من 2% هيوقف او السيرم كانسر حط ايه عن ايه عن 11% وكانت النتيجه ان هم لما الناس اللي قلت في اند 1 عن 2% كان البيتي اكثر من البيتي بلاسيبو ديالاسيس لكن الناس اللي قلت على زياره واحده كان البيتي ديالاسيس اكثر من البيتي. بالنسبه للسينكالسل زي ما الدكتور عصام قال مفيش فرق كبير بين السينكالسل في البيتي على الهيمو ديالاسيس وكان السبب بتاع الريفيو ده هو سبايند الوستريزا سينكاتيك سيف اند افكتيف تريتمنت فور سكند هايبر بارا ان بي دي اند هيمو دايزيس بيشنت وانس اور تريتمنت ويز سينكاتيك دوز ممكن نعدل المعامل ده من 180 ل 180 برضه ريجاردلس دايزيس مفيش فرق بين الهيمو دايزيس وبين البروتونيال دايزيس.
لكن في سيلفر ميل تبدأ كان في فرق بين الاثنين اللي هو بدأ يقول ان السيلفر ميل الفرق الكلورايد الهيدرو كلورايد الموجود اديشن في الكربونات فوق السيلفر ميل الكربونات كان تراك ميل في السيلفر ميل في الكربونات ليفل وزي الكومبوننت اللي هي وعشان كده لما اتعمل في الاتصال ده هي بدأ يقارن بين التو ارمز الموجودين على الهيم دايليسيس فرق عن البيت عن البي دي البيشنت اللي هم كانوا على البي دي كانوا مور اسيدوتيك عن البيشنت اللي هم على الهيم دايليسيس حتى لما حط البيشنت نفسهم على البي دي وعمل لهم تو ار البيشنت على البي دي خدوا سيلفر ميل كانوا لسه اسيدوتيك عن البيشنت اللي ما خدوش في البي دي ار السيجنال مينيمو الكلورايد ولازم كربونات اند سيلاكاسيد هاف بين كونفيرمد تو بي جاست افكتيف ان بي دي فيجن اس ان لاسيس فيجن نخش في اخر نقطه اللي هي الاوبر بيت ستادلس ايه هي انواع العمليات وعيان بتحتاج باراثايرويد هي مش عمليه واحده اللي هو تكنيك واحد هي العمليه بتتفصل على شوف الجراح بيخش يلاقي ايه وبناء عليه هيتحرك ازاي اول نوع اللي هو سبورتر باراثايرويدومي اللي هم البيشنت والبيشنت اللي هيشيل 3.5 بره سيرويد جلان وهيسيبه نص جوه وهيحط عليها ويحط لها كلمه عشان يشوفها بعد كده. النوع الثاني اللي هو يعمل له اوتو ترانسبلانتيشن هيشيل الاربعه ويجيب جنس بورشه ويحطه في الاستيرم المصطلح او في الار ويحط عليه كليب عشان لو الدي اتش غالي بعد كده يقدر يشيلها. والنوع الاخير اللي هو التوتال بره سيرويدومي هيشيل الاربعه الاربعه. هل في البي دي هل في بي بي دي الموضوع هيفرق؟ دي حاجه سترونج ستادي اتعملت على هذا الموضوع وكان رأي الدكتور فولتر في القصه ديت ان التوتال بارا ثيرابيتومي والاوتو كونسنتريشن ان ذا شورت تيرم افكتيف اند سيفلي اللي ذا سيمبتومز اوف سكندر هاي بارا اند ديكريز البيشنت اند ديكريز البيشنت بارا ثيرابيت هرمون ليفل. لكن دي سبروسيكيور تشفيت الانسنتنسي تو هاي ريكاردز. بدا يقول ان القصه ديت على الهوم جرام لما عملها على 10 سنين قال لك لا ده بيحصل هاي ريكارز القصه دي فبدا يقول لا انا افكر في التوتال باراسيلودكتومي احسن من التوتال من السب توتال مع الاوتو ترانسبلانتيشن فكان الاوتو على الشهر المونتران خلينا على التوتال بلاش السب توتال مع الاوتو ترانسبلانتيشن كده خلاص الكلام اللي انا عاوز اقوله ان انا السمري ان انا عندي دول بلايرز لازم اعرف امتى اعمل التحديد بتاعي ايه البي دي غير الهيموداياليسيس الكالسيوم باس هستعمل 3.5 ولا استعمل 2.5 و4 از بروهيبيتد الفوسفور هستعمل فوسفور بندر ازاي مع الفيتامين دي هدي ازاي مع وليد الاف جي اس 3 المغنيسيوم برضه بعرف عارف ان المغنيسيوم اللي هو الايرون نسكم عنده مع الباراس هرمون انت هستعمل السنكالسيوم وانت هستعمل السنكالسيوم وبيجي في البلاد. بعض الاطباء الكلى الدهنيه الحقيقه طبعا كلنا عارفين انها رابطه نشيطه ورابطه للمغطيه المغطيه الدهنيه في الكفر الكيشن احنا عملنا البورن كيني دي من حوالي اسبوع او 10 ايام وكان فرق في مره في مدينه المنصوره الناس اللي كانت غير 4 كيلو من مكتبه مصر حتى الرميزه في 26 دقيقه في 26 دقيقه ونص ثلاثة من الأطباء كده قدروا يكملوا الماراثون في الآخر الحقيقة من حوالي 180 واحد فين؟ لا لا لسه ما فيش ما فيش حتى ما فيش يعني استنيهم عند الحقيقة قدرت أجي مصر عربية جامعة الدلتا الحقيقة طالب اللي فيها وده أنا دايما بشجع بقول إن شباب مصر شباب واحد ياخد فرصته والناس تعمله كفرج كويس نزلوا بعض الطيبة في مدينة المارو عملوا سيرفي ونزلوا القرية وعملوا أورنس على الأرينا الوركنج كلها بتقضي كم يوم في يوم كامل والحقيقة احنا كملنا في جامعة الدلتا وعملنا سكرينينج ضد الصحة عندنا خمس عربيات عملنا لهم سكرينينج وعملنا أورنس في وسط الجامعة وعملنا الدكتور أحمد ربيع الحقيقة فريق هناك وداني ودانا محاضرة 20 دقيقة بالعربي وقاعد كوريرس قاعد هو كوريرس الكاتب بتاع كوريرس المحاضره كانت المفاجاه الكبيره هنا والدكتور جمال السعدي والدكتور محمد صبح لما نزلوا الملعب وجابونا وراهم وتعبونا وراهم اخر تعب انا مش عاوز ازيع الفيديو بتاعهم لان احنا كان شكلنا وحش قوي في النهايه ربنا يديله الصحه. عاوز بس اعمل اناونس
ان احنا مع دكتور احمد حلاوه بنشتغل وده السنه الرابعه على التوالي ان احنا بنعمل الدورس بتاع الباراثايرويد في هانسون مصر بلس. هنعمله السنتين عملناه في مستشفى المنصوره الدولي، السنه اللي فاتت عملناه في مستشفى السعيد العام، السنه دي هنعمله مستشفى السعيد التعليمي في القاهره، ويبقى معايا الانيوال كونفرنس بتاع المنصوره الدولي. انا في النهايه بشكركم وشكرا جزيلا. ان احنا زي ما بنعمل في البي دي في الهيمو دياليسيس بنستعمل كونسنتريس. الحقيقه الكونسنتريس مش افيلابل في مصر زي الكونسنتريس بتاعت البي دي، لكن ممكن البلاي مع الكونسنتريس بتاعت الكالسيوم عشان اعمل كنترول للكالسيوم والهرمون ديسيز. الفوسفورس مع التايب اوف ميمبرين، لازم ادرس التايب اوف ميمبرين واعمل تسويق واعمل التست بتاعه واشوف الخطه بتاع الميمبرين وابدا بناء عليه افصل للعيان. هستعمل الفوسفورس مع هستعمل ريموفر الفوسفورس ازاي بتاعه كويس؟ بس كده هو الفكره حسين ان البريتونيال ميمبرين احنا عشان ما بنستعملش البريتونيال درس كتير فاحنا معلوماتنا عنه ضعيفه. البريتونيال ميمبرين قلتها في السجون في النص ان هو احسن كتير جدا من السنسيتيف ميمبرينز الماتشر ميمبرين. المشكله بتاعته لو احنا قدرنا استعملنا ديفرنت فلويدز او الفلويدز اللي موجوده فيها مثلا الجلوكوز وبدانا نغير الكاركتر بتاع الميمبرين وعلينا السرفايفل بتاع الميمبرين نفسه، هنا القصه هتكون مقلوبه من ناحيه عكسيه ويبقى دي دي وحش مش حلو. بس انا طبعا هرمون صغير العيانين السكيوريا والسكينيا اللي انا بس ليه الكالسيتولاكسس اعلى في عينين دي؟ ليه الكالسيتولاكسس اعلى في عينين دي اللي هم ده؟ يعني الكالسيتولاكسس is the severest or one of the severest form of CKD MBD, right؟ يعني ده مايكروفاسكولار كالسيفيكيشن في الديرمال تيشو والصب بالديرمال بلاد فيزلز اتس ويتش از ون يعني ستارت بالمايكروفاسكولار والكالسيفيكيشن في الهارت والكالسيفيكيشن بس ليه ده الفوسفورس افضل في الدي دي؟ ليه؟ رايك كان افضل في الفوسفورس عموما. انا من قراءاتي لما بدرس موس والله انا رايي على حسب الدكتور اسامه معاه سبيشال ايرلي لو انت عندك جود بريتونيال ميمبرين يو كود هاف فيري جود كليرنس فور هاو لونج ميمبرين. هي دي النقطه في البريتونيال دايس فور هاو لونج يو بريزيرف الميمبرين، هي دي النقطه مهمه جدا مش تست في الاول. هو الفكره كلها بقول هشام في البريزيرف اللي احنا شفنا كلنا انا شخصيا اشتغلت مع في البي دي لمرضى 15 20 سنه على البي دي بس في الفكره بتاعته فلوس طبعا جلوكوز ديزيرتيشن بتاعته فلوس بنستعملها. يعني انا مثلا ما اقدرش اجيب التايب اوف جلوكوز كونسنتريتس واستعملها في الاخر اقول لا ده من غير حد من حيث ثلاثه ما ينفعش، لازم استعمل المايكروبوز بيز دايزيتس. لما بقول ان ذيس مور سيفير في الاكستراكشن اوف فوسفاس اقصد السيل فوسفاس يعني العيان اللي عنده ريزيكنج ريكشن ودستريسنج
والفصل استعمل ايه 10 من الارقام دي الديزاينرز مش فاكر ولازم حتى لو بعمل بي دي احوله لفصل ما هو لكن في الريجولر كيسز في الريجولر كيسز وين الريجولر سيل فوسفرس اعتقد ان هو كومبلت هو حضرتك ده كمان ده كلام ده كلام مناسب ليه لان العيان لما يوصل للفصل 10 معناه ان البرين نفسه خلاص فين بالظبط وموت الفوسفرس بقى له في عيان الترانسبورت بتاعه بقى له ما عادش ينفع فالمفروض انا بدل ما اروح معاه خالص احوله على الهيمودايزيز لانه ما عادش ينفع بالضروره مش بالضروره ان هو من نفس الوقت بعض الحالات تمام هو برضه ايه بقى يعني بون ديزيز يخلي التلف فلاكس الاخر يخلي ايه بقى اللي انا هو البون اللي هو ضفر الكالسيوم صحيح الفوسفورس كله فهيبقى الروت كله هيبقى على الارض مشكلة تقسيم الترانسبورت مسمين هاي لور فور تبريد الترانسبورت غالبا بنعتمد على الجلوكوز والكرياتين فهل ذا سيم هل لو ترانسبورتر شود بي لو ترانسبورتر الفوسفورس دي برضه وهو حتى الموضوع ان الهاي جلوكوز كونسنتريشن بيقلل السرفايفر بتاع البروتين والبرين ده موضوع ديبيتابل بارت يعني مش قوي بس الشوري يعني هو لازم يكون في جلوكوز بروتكس مش الجلوكوز بيرسي از مولكيول بالظبط يعني لو في جي لو في جلوكوز ديجريديشن بروتكس زي برودكشن بروبلم اوتوكلافينج بروسيس وات ايفر كانوا في جي دي طبعا حزين طبعا او الانزيم بروتونات السمنه هي نفسها كيميكال ولا كيميكال بروتكس والكلام ده صحيح بس الجلوكوز ليه زي اللي هي prospective study didn't show any effect of high glucose concentration on the survival of the peritoneal membrane. المشكلة الأساسية هو شو؟ في سؤال يا عمرو شو بقى؟ إن بس قانون أسحب السكين في الليل طبعاً. السيركيليان كريشنز الكالسة والفوسفرس والكلام ده كل واحد منهم مش ماشي بنفس الشكل فبنصح الناس على عين نفس الكون ده نفس الشكل الاول لا مستحيل يعني لو عين نفس الشكل الاول انا اصحى معايا فريد اسال بشكل الاول هل بتاع التاني اصحى الصبح اصحى الليل والكلام ده مش عشان فرض السكر يعني تحط طعم الجهاز في كل الهرمون بتبقى فكرة السكر يعني لكن في الاخر الفاليديشن بتاع التيست يعني it's not validated يعني in an excellent way بس الحاجة الثانية practically طب يستوى قبل الدارس الحاجة الثانية تستوى ايه ده عندنا فالتاتيليتي الكونسنتريشن بتاع البي تي اس ده صحيح ده معناه ان ممكن ما تبقاش ده كلام مظبوط بس هو شورت هاف لايف يعني 15 مينتس يعني المشكله اكتر دكتور ناجي في ان في فاريشن في الميثود اوف اسيك يعني اكتر من 20% ممكن 30% فاريشن لو انت بتعمل مثلا احنا بنعمل ستاندردات دلوقتي بفيديو من اسيك حاجه اسمها سكان تي بودي نعم سكان تي بودي من اسيك لان اكتر لان في طبعا ناس في فراجمنتس والفراجمنتس بتبقى ريتيند عاملين الدياليسيس وانت ممكن تكون قاعد بتعمل اسسمنت للفراجمنتس اكتر من البي دي اتش وانت اكتف يعني كومبوننت وديك ماي ليفل بس في الاخر الاكتف فورم اللي هو يعني الوركينج سلو فاحسن حاجه ان انت لو في وان لاب احسن حاجه الفاليديتد ريسنتلي اوت ان جاست 5 years or so ان انت تعمل سكان تي بودي وزيرو من نفسك Thank you.
ضمن حاجات اللجنة النظري بقى كمان قالها فاهمة اللي هي اللوكيشن اند برودكت دي مع الجلد ودي بتعمل سبريشن سكريشن من الفازر والجلاند السيلز خلي السيلز يعني اجلاكيتد اكتر فتقلل الريت سكريشن بتاع السكريشن. طبعا انا يعني ما عنديش خبره في الاسرع ومش عارف قد ايه جلايكيشن هل جلايكيشن له امباكت على حاجات تانيه في الجسم هل في جلايكيشن في الفيزيك هل في جلايكيشن في اي مكان ثاني. انا معرفش اعتقد ان هي هتكون اكتر يعني مين هي المفروض هي اشكالها البرتغال اللي في الجرين هتبقى اعتقد اكتر من الاي كاش يعني ده افانتج اه بس الديس افانتج ان هي السرفايفل اوف البرتغال في الجرين والبي شورت I'm going to go to the hospital.